كما الصورة هنا وسط قطاع غزة، بدأت مراسم تشييع الشهداء مدينة خان يونس الذين وصلوا هنا لمستشفى شهداء الأقصى في ساعات مبكرة من صباح هذا اليوم بعد قيام الاحتلال ومن خلال المدفعية باستهداف محيط شاليهات سياحية وكذلك منطقة المواصي. أدى ذلك لارتقاء 15 شهيد وصلوا هنا لمستشفى شهداء الأقصى، جلهم من النازحين ومن العائلات التي جاءت من مدينة غزة وشمالها ومكثت في هذه الخيام. الاحتلال الإسرائيلي نفذ أحسن منارية في ساعات من فجر هذا اليوم في تلك المنطقة، وقامت المدفعية كذلك بإطلاق عدد من القذائف باتجاه خيام النازحين وباتجاه كذلك المناطق الغربية لمحافظة خان يونس. كما اسلفت 15 شهيد وعدد من الاصابات وصلوا هنا لمستشفى شهداء الاقصى. ليله كانت ساخنه وقاسيه على مخيم النصيرات وسط قطاع غزه، اكثر من 8 غارات نفذت على هذا المخيم ما بين استهداف لمحال تجاريه وكذلك لاراضي زراعيه ومنازل فارغه في النصيرات، مخيم 2، مخيم الجديد، كذلك محيط عياده الوكاله، إضافة لاستهداف كذلك أراضي زراعية في المنطقة الشمالية الشرقية لمخيم النصيرات في محيط منطقة المغراقة، منطقة وادي غزة. أكثر من 8 غارات كانت بشكل عنيف جدا على وسط القطاع خلال ساعات الليلة الماضية، لم تسفر عن وقوع إصابات سوى ضرر كبير جدا في ممتلكات المواطنين. المنازل التي قصفت في النصيرات هي منازل طبيعة الحال خالية، ومنها من قصف مسبقا، وبالتالي عاود الاحتلال وقصف هذه المنازل. أما على صعيد الغارات الأخرى في مناطق جنوب دير البلح، كان هناك غارات على منطقة كما استفت منطقة المواصي، وتم نقل هذه الإصابات والشهداء هنا لمستشفى شهداء الأقصى. من المتوقع أن تبدأ مراسم الصلاة بعد قليل، ومن ثم ستنطلق هذه الجنازات باتجاه المقابر الجماعية في مدينة دير البلح. إضافة إلى أنه منذ ساعات صباح هذا اليوم استؤنفت عمليات القصف المدفعي على الأطراف الشرقية لوسط القطاع شرق المغازي وشرق دير البلح. كان هناك غارات وقصف مدفعي متواصل من قبل المدفعية الإسرائيلية في تلك المنطقة، وكذلك إطلاق للقذائف الدخانية وعمليات إطلاق نار كانت من قبل الأبراج العسكرية المتاخمة على الحدود الشرقية لوسط القطاع. طيب محمود، يعني ساعات ربما معدودة تفصلنا عن بداية شهر رمضان، ماذا عن حال الناس النازحين قبيل بدء الشهر الكريم؟ يعني الأحوال صعبة جدا قبيل شهر رمضان المبارك، فما بالكم في شهر رمضان؟ بالأساس الناس هنا جوعى غير قادرين على توفير الطعام والشراب، فما بالكم في شهر رمضان عندما يأتي هذا الشهر الفضيل والناس يعني أو العالم يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تجهيزات لزينة رمضان وكذلك لإضاءة الفوانيس وتجهيز لوجبات الفطور والسحور وصلاة التراويح. هذه كل ما تحدثت به غزة محظور على غزة في هذه الأوقات، لا يوجد مساجد حتى يصلى بها صلاة التراويح وكذلك تقام بها الشعائر الدينية، لا توجد أي أماكن ترفيهية للأطفال، لا يوجد أي مدن ومتنزهات لهؤلاء الناس الذين يعني حاولوا مرارا وتكرارا ان يخرجوا من يعني ضيق المنازل واجواء المنازل. وانا اتحدث قبل شهر رمضان، قبل الحرب الاسرائيليه على غزه، كان الناس يعني يفطروا على شاطئ البحر في الاستراحات في الشوارع في الطرقات، لكن اليوم المشهد يختلف، منازل مدمره وبحر يعني قد تلوث بفعل القصف الاسرائيلي، وقد دمرت الاستراحات السياحيه والشاليهات السياحيه، وواقع سيء جدا. الناس اصبح امنياتهم في هذه الاوقات أن يأتي رمضان وقد توقفت الحرب الإسرائيلية على غزة، لربما نحن أمام ساعات قليلة جدا من بدء أول أيام شهر رمضان المبارك ليبدأ الصيام في كل عام، لكن غزة صائمة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. صحيح. من خلال عدم توفر الطعام لها وكذلك الشراب. لرمضان هذا العام نكهة خاصة لغزة، لربما الجميع سيصوم كبار وصغار وكذلك الرضع. أشكرك من دير البلح محمود اللوح مراسل الخط.